هذه الوقفة هي امتداد لتلك صيحة المرأة العربية التي قال هو معتصمات التي انطلقت منها الجيوش من هذه الأراضي ومن أهل هذه الرباط في هذه المناطق حررت تلك المرأة. ونقول لأخواتنا في القدس وفي غزة وفي فلسطين جميعا التي نادت المسلمين بإذن الله تعالى أن الجيش المحرر وأن الجيش القادم سوف ينطلق من هذه المناطق ومن هذا البلد ومن بغداد بإذن الله تعالى، فصبرا يا أقصى. اليوم هذا الطوفان، طوفان الأقصى، خلى الشعوب تطوف على حتى هذه الحكام اللي هي تتبع إسرائيل وتتبع أمريكا. نتمنى أنه هذا الشيء ما يمر مرور الكرام وتستمر هذه الطوفان سواء كالشعوب العربية دعما ومساندة لغزة، سواء في المال وسواء في المساعدات وأيضا في الرأي. الحمد لله رب العالمين، نقف اليوم وقفة تضامنية بروحنا وقلوبنا وأرواحنا شعب عراقي مع الشعب الفلسطيني ومع أهل غزة والمجاهدين في أهل غزة، ونقول الكيان الصهيوني هذه ليست أرضك، هذه ليست أرضك. هذا دليل على أنه صمود المجاهدين والمقاومين وحتى المدنيين، هذا دليل على أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين. لو كانت هذه الأرض أرض لليهود لما استبسل الفلسطينيون وأهل غزة في الدفاع عنها، لأنهم أهل الأرض الحقيقيين.